طيب، في الفيديو ده هنتكلم على بعض المفاهيم الأساسية في علم البروبابيلتي اللي هنبني عليها بعد كده شغلنا كله في البروبابيلتي والستاتستكس. أولا عايزين نتكلم يعني إيه أصلا probability، يعني إيه احتمال. طيب، علم البروبابيلتي جه نتيجة إن الناس خدت بالها إن في حاجات كتيرة جدا في العالم حوالينا عشوائية بطبيعتها، فيها جزء من العشوائية احنا مش نتحكم فيه. مثال على كده، مثلا لو انا حبيت اقول بكرة الدنيا ترى هتشتي ولا لا، احنا دلوقتي في الشتاء مثلا، ففي الشتاء الدنيا عادة بتشتي. طيب، ايه احتمالية ان بكرة الدنيا تشتي؟ دي حاجة فيها عشوائية، فيها نوع من الانسرتينتي، نوع من عدم التأكد، لأن بكرة ممكن تشتي ممكن لأ. أنت تبص في السماء تبص لقى في سحاب مثلا، في سحاب غامق كده، فشكل إن يعني احتمال الدنيا تشتي فعلا، بس أنت متأكد 100% إن بكرة هيشتي؟ لأ. طيب، افرض أنت بصيت في السماء لقيت إن مفيش سحاب أصلا، فمعنى كده إن غالبا بكرة مش هتشتي، بس هل أنت برضو متأكد؟ لأ. فدي كده حاجة بطبيعتها فيها عشوائية، فيها عدم تأكد، نسبة من الـ uncertainty or randomness. طيب، فيجي الـ probability، علم الـ probability يقولك ايه؟ يقولك انت السحاب ده اللي هو السحاب اللي في السماء ده الغامق ده، ده فيه نسبة مطرة، نسبة مية كبيرة مثلا، ويبدو ان الريح قوية شوية، الناس بتاعت الأرصاد مثلا بتقول كده، فالحاجات دي كلها بتزود احتمال ان بكرة يشتي. فمن الحسابات كده يبدو ان نسبة الشتاء بكرة مثلا 92%. طيب، 92% يعني غالبا هتشتي، وفي احتمال 8% ان هي ما تشتيش. فالناس دي لما درست الموضوع بشكل علمي شوية طلعت نسبة مئوية او نسبة احتمال، هل هتشتي بكرة ولا لا؟ هل الناس دي متأكدة؟ لا، مش متأكدة، عشان كده هي ادتك احتمال، ولكن غالبا هي هتشتي. مثال تاني، مثلا انت مثلا بتعمل سيركت، بتعمل دايرة، خلاص الدايرة دي فيها مثلا مجموعة من الترانزستورز والكاباسترز وحاجات زي كده مثلا. طيب، الدايرة دي ممكن تبوظ وممكن لا، ممكن يكون حاجة من الإكويبمنت اللي عندك في الدائرة، حاجة من المكونات اللي انت حطتها في الدائرة تكون معيوب مثلا، فممكن الدائرة دي تبوظ نتيجة العيب اللي كانت في الإكويبمنت اللي انت مستخدمه، وممكن لأ. طيب، دي حاجة مثلا عشوائية، انت عامل صحيح الدائرة بنفسك، انت الدائرة دي انت موصلها بنفسك ولحمها بنفسك وانت ليك كنترول كامل عليها، بس ممكن يطلع حاجة خارجة عن إرادتك تخلي ان الدائرة دي تبوظ، فدي حاجة فيها عشوائية، فيها احتمال. طيب، افرض انت جايب المكونات بتاعتك دي مثلا من راديو شاك ودافع فيها فلوس كتيرة جدا، فالحاجات دي موثوق فيها، الحاجات دي يعني جاية من مصدر ثقة، فاحتمالية الخطأ فيها احتمالية انها تبوظ قليلة. طب انت جايب الحاجات دي من عند حمادة الكترونيك، حاجات صيني كلها مضروبة، واللوت اصلا كان ده كان اخر اللوت الكوبمنت انت جبتها يعني من اخر الصندوق، فاحتمالية ان الدائرة دي تبوظ عالية. فادي كده احتمال. يجي حد يقول لك بقى ده الحاجات اللي انت بتجيبها الصيني اللي من حمادة الكترونيك دي يعني جبناها كتير قوي، وكان 90% من الحاجات اللي بنجيبها بتبقى بايظه، يبقى في 90% احتمال ان الدايره بتاعتك تبوظ. راديو شاك مثلا بيقول لك لا، احنا نفخر ان احنا الكومبوننتس بتاعتنا من كل 1000 كومبوننت في واحده بايظه، فاحتماليه ان الحاجه تبقى عندك بايظه 1 من 1000، يبقى انت الدايره بتاعتك احتماليه انها تبوظ 1 من 1000 لو انت كنت جايب الحاجات من راديو شاك. ففي الموضوع probability انها تبوظ او ما تبوظ، حاجات احنا مش متاكدين منها، ولكن بنحاول ان احنا بشكل ما نعمل تقريب للقيمه او الاوتكم اللي احنا متوقعين. في علم probability بندفاين بقى الحاجات العشوائيه اللي انا اتكلمت عنها دي الاكزامبلز دي ان هي random experiments. يعني ايه random experiment؟ ده الديفينيشن العلمي للحاجات الاكزامبلز اللي احنا قلناها. الراندم experiment هي experiment، تجربة بنعملها
والاوتكم بتاع الاكسبيرمنت او نتيجه الاكسبيرمنت هي حاجه عشوائيه، هي حاجه احنا نقدرش نخمنها 100%. اشهر مثال للراندوم اكسبيرمنت، اشهر مثالين بنستخدمهم كتير جدا، ذا توسينج اوف ا كوين، انك ترمي عمله وتشوف وتشوف الوش اللي يطلع لك ايه، او انك ترمي دايس، ثروينج ا دايس، ترمي ظهر وتشوف الوش اللي هيطلع لك ايه. فاشهر اثنين راندوم اكسبيرمنت هما كوين توس، والاكزامبل الثاني throwing dice. طيب الكوين توس انت بتمسك الكوين وتلفه ترميه في الهواء وينزل وتشوف الوش اللي يطلع لك، اللي يطلع لك هو يقع على وشه ويطلع لك وش تاني، فالوش ده هو ايه. فممكن يكون الملك، ممكن يكون الكتابة، ممكن يكون الهد، وممكن يكون التيل. فدول اتنين اوتكمز لهذه التجربه العشوائيه، ودول اوتكمز عشوائيه انا ما اعرفش هما، ما اقدرش اخمن الطاس دي هتطلع لي كام، ما اقدرش. طيب throwing a dice ان انا ممكن ارمي زهر في الارض واشوف الوش اللي هيطلع لي، فانا في عندي ست احتمالات لان الدايس لو ست وشوش، فممكن يطلع لي وش من ستة، يعني من واحد لستة. فدول ستة اوتكمز للاكسبيرمنت دي، انا ما اعرفش اني واحد فيهم اللي هيحصل المره الجايه. تمام، فمعنى في كلمه الاوتكم هي الاحتمالات الممكنه لنتيجه التجربه العشوائيه دي. مثلا الاكزامبلز اللي كنا بنقولها، مثلا بكره الجناح تشتي ولا لا، فالراندوم اكسبيرمنت هنا ايه، هي الشتاء بكره، فالاوتكمز الممكنه هي ان تشتي او ما تشتيش. طيب ممكن مثلا اكسبيرمنت ثانيه نتخيلها، مثلا ايه، يا ترى الدنيا بتشتي دلوقتي، مده الشتاء، فمدة الشتاء دي ساعة اتنين تلاتة، ساعة ونص، ساعة وربع، ساعة وتلت، فدي كده كلها outcomes ممكنة لهذه التجربة العشوائية. طيب الكوين توس ايه outcomes الممكنة بتاعته، هي head or tail، دي الاوتكمز الممكنه من التجربه العشوائيه بتاعت الكوين توس. طب بالنسبه لان انا لما ارمي دايس واشوف الوش اللي طلع لي، ايه الاوتكمز الممكنه، هي ان يطلع لي وش من واحد لستة، يبقى في عندي الاوتكمز الممكنه هي دي. البروبابيلتي بتعمل ايه، تيجي لكل اوتكم ممكن من دول وتديله نسبة مئوية لظهوره، نسبة ظهوره في المرات اللي انا اعمل فيها التجربة العشوائية دي، او احتمال ان الاوتكم ده يظهر لما اعمل تجربة عشوائية. فمثلا لو انا بتكلم على كوين توس، ايه احتمال ان يطلع لك وش ملك او يطلع لك وش كتابة، او انت ممكن كده ممكن كده، يعني 50% بيطلع كده 50% بيطلع كده، انت يعني بترمي التوس بشكل عشوائي كده وهو ينزل هنا ينزل هنا، ف احتمالية ان يطلع لي هيد نص، احتمالية ان يطلع لي تيل نص برضو. طب بالنسبة لان انا ارمي دايس في الارض ويطلع لي وش من ستة، من واحد لستة، ايه البروبابيلتيز بتاعت كل اوتكم من دول، ايه البروبابيلتي بتاعت الون، البروبابيلتي بتاعت الاثنين، البروبابيلتي بتاعت التلاتة، كل واحد فيهم ممكن يطلع زي التاني بالظبط، مفيش فرق ما بينهم كلهم، معنى كده ان كل واحد فيهم البروبابيلتي بتاعته واحد على ستة. لاحظ حاجه بقى خطيره جدا، ان دايما 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 مجموع البروبابيلتيز بتاعه كل الاوتكمز بتاعه الاكسبيرمنت دي مجموعهم لازم يكون بواحد، هتلاقي دول على بعض كده واحد، دول كده على بعض مجموعهم برضو ايه واحد، فلازم مجموع البروبابيلتيز بتاعه كل الاوتكم اللي انا متوقعها من الاكسبيرمنت بتاعتي لازم يكون مجموعه كام، بواحد.